لكل من شكك في العديدة التي قدمناها لمكتب الضبط مجلس الوطن التأسيسي والمتعلقة بمساءلة كل من الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني ووزير السياحة على خلفية السماح ل 61 إسرائيليا بزيارة الأراضي التونسية. تحصلنا هذا الصباح على الملحوظة التي صدرت عن وزارة الداخلية ممضاة من السيد الوزير المعتمد والقاضية بالسماح للإسرائيليين بالدخول للأراضي التونسية مع ترك جوازات السفراء الإسرائيلية لدى وزارة الداخلية. سنمضي قدما في مساءلة السيد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية والسيدة وزيرة السياحة، والسؤال المطروح هل هو انتهاج منهج تطبيع جديد مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التاريخ قد كان يوم 17 من هذا الشهر، أي يوم بعد ذكرى استشهاد أبو جهاد.